مصائد الأسماك البحرية مصدر ممتاز من الأسماك الطازجة واللذيذة التي لا تضر بالموارد البحرية. هل بإمكاننا التأكد من أنها صالحة للاستهلاك؟ هنا في النرويج مياه البحر باردة ونظيفة، إنها بيئة مثالية لصناعة سمك السلمون المحلي التي من المقرر زيادة إنتاجها 5 أضعاف في السنوات المقبلة. مصائد الأسماك تعد أكثر فاعلية من المزارع الماشية كمصدر بروتيني، لكن هناك مشكلة التلوث. في أماكن كثيرة من العالم المياه ملوثة بسبب النشاط البشري. هناك البلاستيك والمواد الكيميائية، جميع أنواع النفايات الناجمة عن نشاطنا هي في المياه حيث تعيش الأسماك التي بطريقة أو بأخرى تتناولها وتتراكم عليها. تناول الإنسان لهذه الأسماك قد يشكل خطرا على صحة الإنسان. مشروع بحث أوروبي يحاول معرفة التهديدات الجديدة وسبل التعامل معها من خلال إزالة الملوثات من المياه. هنا بالقرب من منطقة لصيد الأسماك مزرعة تجريبية للأعشاب البحرية. الأعشاب البحرية هي مرشحات طبيعية لها القدرة على امتصاص المواد الكيميائية المختلفة والمواد العضوية وغير العضوية الموجودة في الماء. إنها تنمو بفضل الفوسفات والنيترات التي تنتجها مزرعة الأسماك. مزيج سمك السلمون والأعشاب البحرية يسير بطريقة جيدة. الأعشاب البحرية تمتص المواد الملوثة الأخرى أيضا. ما حجم مخاطر تلوث المياه على المنتجات البحرية؟ العلماء يحاولون الإجابة على هذا السؤال من خلال التركيز على ملوثات المواد الكيميائية الجديدة نسبياً كالأدوية ومنتوجات العناية الشخصية والمعادن السامة والمواد البلاستيكية الصغيرة أيضاً. المعروف عن المأكولات البحرية أنها صحية ومنتجات عالية الجودة، بيد أن بعضا منها قد تكون ملوثة. رسميا لغاية الآن تم ذكر عدد قليل من الملوثات. المعلومات المتاحة تشير إلى وجود الكثير من المواد الكيميائية الأخرى في البيئة. تغيير المناخ يجعل الأمور أكثر سوءاً. المواد الكيميائية الضارة تتراكم بشكل أسرع في المياه الدافئة. بعض السموم النموذجية للمناطق الاستوائية بدأت تنتشر في أوروبا. هذا المختبر في كاسكايس في البرتغال، العلماء يبحثون عن آثار ظاهرة الاحتباس الحراري على حياة المحيطات. في هذا الخزان هناك نظام محاكاة لدرجة الحرارة العادية ودرجة الحموضة الطبيعية لمياه البحر، وهذا خزان آخر لمحاكاة ارتفاع درجة حرارة المحيطات. من بعد نعرض هذين الخزانين للتلوث الموجود عادة في البيئة البحرية. في النهاية سنكون قادرين على مقارنة فرق التراكم بين الاثنين. دراسة لعينات من الأسماك المرسلة من دول أوروبية مختلفة أظهرت أن العديد من المناطق حول المدن الكبرى والموانئ ملوثة بشكل ملحوظ. الباحثون استخدموا أجهزة استشعار قليلة التكلفة. قريباً الجميع سيتمكن من استخدامها لمعرفة مدى صلاحية المنتوجات البحرية.